My dear students, today inshallah we complete unit. Unit what? Unit 8, page 60, different. Different cultures, ثقافات مختلفة. قلنا the meaning, المعنى different بتساوي كلمة مين يا بنات؟ Various. صح؟ مختلف. و meaning various عفوا هذه بتساويها various والopposite تبعها هيها. ايش يا بنات؟ Similar العكس الopposite. تمام و various متنوع او مختلف cultures right. في عندي اخذنا بنات في عندي subtitle home sweet home اخذتوه انا عارف صح بس صحيح للتذكير home sweet home في عندي مثل في عنده idiom أو proverb مثل مثل اللي هو east or west فيش بعد وطني home is best ما فيش بعد مين home هنا بنات معناتها بلدي أو وطني ما فيش بعد وطني وطني الجميل أو ممكن بنات نقول بيت الجميل هان لكن هنا لا هنا المقصود فيها مين الوطن أو البلد أو أحكي لا بحكي عن الـ عن الـ عن وصف للبيت عن بيتي وصفي لو جبت لك home sweet home وقلت لك write a short paragraph اكتب لي فقرة describing your home أو flat تيجي بالوصف تبع البيت المقصود فيها describe your sweet home أو describe your sweet أخذنا كلمة شقة بنات كلمة flat صح؟ مش كلمة فلات أخذناها بنات؟ فلات شقة فلات شقة وهوم منزل منزل صح تمام رايت تكلمنا عن سم أخذنا ديسكريبشن ديسكرايب يور هوم يا بنات هنا أخذنا اللي هو ديسكرايبينج يور هوم وصف لمين؟ وصف للبيت وأخذنا بنات اللي هو هنا في اكسرسايز Exercise number two. أخذنا الكلمات unusual, typical, spacious. من space واسع صح؟ Very big. وsmall the opposite. تمام؟ Air conditioning, central heating, balcony, garden, busy. وأخذنا التعريفات اللي في الآخر يا بنات. مظبوط؟ وصفنا قلنا بنات هنا في الجراوند. الجراوند فلور الطابق الأرضي هذول البريتش البريطان. بيعتبروا الطابق الأرضي الآخر أنا بعتبره رقم واحد وكأنه نمبر وان فحلما يعد فحلما يعد لفوق حيقول عن الطابق الأول حيقول عنه السكند الثاني لكن الأمريكان بيقولوا عن الأولاني فيرست صح وبيحكوا عن الثاني سكند مظبوط هذا لمين هذا اليو هذا اليو اس الأمريكان الأمريكان بيقولوا عن الطابق الأرضي بيقولوا عنه فيرست والبريطان بيقولوا عنه جراوند فلور الطابق مين الطابق الأرضي صح لا الطابق الأول طب بقول عنه فيرست لو فتحت آخر الكتاب حتشوفيها مش مشترك بقوله عن اليو أس بقوله اليو أس اي بقوله عن الطابق الأرضي بقوله عنه فيرست فلور كويس هدول لك جراوند فلور تكلمنا يا بنات عن اللي هو لبريزنت لبريزنت بيرفكت How did look? How did look?
live ولا lived. In Adelaide, how long did in Adelaide? أنا طيب هذا إيه؟ الله عليكم. طيب. How long؟ قال لي. Did lived in Adelaide. اول حاجه بنات تكلمنا نسمع عن الباست سيمبل والبريزنت بيرفكت. The present perfect has or have plus BB, صح؟ والباست سيمبل الفيرب تو او السكند فيرب التصريف الثاني. الان لما اسال بدك تعرفوا لي الجمله هذه في هذه الجمله في البريزنت بيرفكت ولا هذه الجمله؟ هذه في الباست سيمبل. هذه باست سيمبل ماضي بسيط صح؟ على قينا كلمه ديد. الان لما سالت بديد ايش المفروض اختار؟ ليف. اوعك تختاري لانه ما دام سالت بديد للانفينيتي. برافو عليكم. بنجيبش ليفد بنجيب ليف. لازم يكون الفيرب في الاصل تصريف اول. ليف ولا ليفد بنات هنا؟ ليف. برافو عليكم. لان الثانيه حتكون يس. هذا عشان خاطر مين؟ هذا تصريف قديش يا بنات؟ الثالث. هذا البي بي مزبوط تصريف الثالث. اذا وانا مغمض حختار مين؟ اذا اكتب هنا ايش نوع الزمن هذا بنات؟ باست مين؟ باست بيرفكت. عفوا بريزنت سوري. المضارع مين يا بنات؟ التام اللي هو بتكون بنات من هاف او اختها مين؟ هاف زائد البي التصريف الثالث صح؟ تمام. وحكينا بنات لو سالنا سؤال قلت لكم بنات مين الزمن؟ ويتش تنس اي تنس من اثنين بنات اي ولا بي؟ مينز يعني انه لوك نو لونجر لم يعد يسكن في منطقة أو في الأول. الباص على طول شغلة حدثت في الباص وانتهت. which tense أي زمن أو which sentence أي جملة من الجملتين بتشير إنه the person هذا البيرسون لوك نفسه still أو is still living ما زال يسكن in Adelaide. the present perfect مضارع التام بجيب الباص وبشبكه في البريزنت بكون شغله حدثت في الماضي وما زالت مستمره حتى الحاضر صح؟ الكلمه الداله بنات عليها كلمه مين؟ هاو لونج. بس لما لو استخدمت هاو لونج معها ماضي بتكون شغله حدثت في الماضي وستوب. اما جبت معها بريزنت بيرفكت هاف او هاز جبت التصريف الثالث حدثت في الباست وستيل كونتينيوس وما زالت مستمره مزبوط؟ طيب تودي ان شاء الله روحوا لي على الريدنج على اكسرسايز. هيا بنات على اكسرسايز نمبر 3. شايفين يا بنات في عندي هنا 5 كويستشنز حطوا عليهم تك حط عليهم صح. اكسرسايز نمبر 3 حطوا لي على نمبر سي. نمبر سي حطوا لي تك يا بنات صح. بدنا اياه خمس اسئله على الطرف اللي هو السؤال 3 اكسرسايز نمبر سي. الان يا بنات تطلعوا لي على كويستشن نمبر 1. هو كان ريد كويستشن نمبر 1 عشان واحنا بنقرا نعمل له انسرينج. Where is Cooper؟ هذه بنات a name of a city اسم مدينة اسمها كوبر بيدي. وين هذه المدينة كوبر بيدي؟ حنشوفها. إذا كوبر بيدي is what؟ is a name of a city اسم مدينة تمام؟ in أستراليا طبعا في أستراليا. حنشوفها من خلال الريدينج. هذا نمبر 1. 2 does look like هل حابب حب العيش هناك؟ حنشوف يس ولا نو. هل يحب العيش هناك حابب يعيش ولا لا؟ Why do people live؟ ليش الناس بتعيش؟ underground تحت وين؟ تحت الارض. تحت الارض. اذا 3 كويستشن ثلاثه مطلوبات منا. وير از كوبر بيدي وينها؟ هل هو لايك ليفينج حابب يعيش هناك؟ واي دو بيبل ليف اندر جراوند. شوفوا لي الريدنج يا بنات. لوك
بقول I live in an opal. opal معناتك حجر، حجر من الأحجار الكريمة الغالية اللي هو the precious. precious اللي هو the valuable، من الأحجار الكريمة الغالية. حجر كريم. إذن opal معناتها حجر كريم. mining town في مدينة، كلمة town مدينة، في مدينة للتنجيم للأحجار الكريمة. إذن كلمة mining لمين؟ للتنجيم، مناجم يعني. إذن هذا الرجل بيقول look I live in an opal، حجر كريم، حجر نفيس، حجر غالي. mining town called، إيش اسم المدينة؟ كوبر بيتي. اسم المدينة اسمها كوبر بيتي. إن للتنجيم mining من mine منجم. إن وين موجودة هذه؟ في أستراليا. لو سألنا سؤال where is كوبر بيتي، إذا حتحطوا لي أول حاجة تحت إن أستراليا. إذا هذا question number what بنات؟ one. إلها تكملة. it's وين موجودة كمان؟ in the desert. فوين؟ في الصحراء. موجودة في الصحراء. إذا تكملتها in أستراليا in the desert. about حوالي 850 كيلومتر. 850 كيلومتر بنات north. ناحية مين بنات؟ الشمال. في عندي بنات، في عندي north الشمال تمام، وعندي الجنوب اللي هو مين؟ south. south ومين؟ ونorth والeast والwest صح؟ صح. إذن هذه north شمالا لمدينة of Adelaide. إذن Adelaide يا بنات مدينة تانية تبعد عنها كوبر بيدي 850 كيلومتر، 850 كيلومتر شمالا من، إذن من أديليد. إذن التنتين هذول التنتين في أستراليا. كوبر بيدي في منطقة في أستراليا في 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 الصحراء in the desert، تبعد 850 كيلومتر عن أديليد. تمام. من عند أستراليا لحد بنات كلمة north of Adelaide. لحديت كلمة لحديت النقطة ياس. الصدر الثاني كله تقريبا. أو طبعا وجنبها كلمة مبروجة، كلمة زنير السيتي أقرب مدينة إلها هي تعبر. لحديت كلمة زنير السيتي. نيرست معناتها الأقرب. بنات نيرست الأقرب. I lived بقول I lived يعني عشت وخلصت، والله ما زلت عايش لما أقول I lived. I lived هذا الباص سيمبل، عشت وخلصت. I lived in Adelaide بقول كنت عايش. عرفني أن التصريف الثاني من الفيرب مضبوط يا بنات. بقول I lived in Adelaide for 7 years. قديش كان عايش فيها؟ 7 years. إذا أقول يا بنات how long did Luke live in Adelaide، في مدينة Adelaide 7 years، 7 سنوات كان عايش هناك. خلص يعني انتقل. ما ممكن يا بنات يكون نشوف before I moved، قبل ما انتقل لمين؟ لمنطقة ثانية اسمها مين؟ كوبر. يعني كان له عايش 7 سنوات في أديليد، ثم انتقل موف تو منطقة تانية بنت اسمها كوبر بيتي. تمام. شوف قديش انه عايش فيها. But I prefer living here. أنا حابب العيش يعني بنات صح؟ مع أنه قال إنها ديزرت صحراء تبعد عن أديليد 850 كيلومتر، إلا أنه بقول I like. لو سألنا سؤال does he، لو قلنا does look like، yes he does. لا ليش قلنا لا؟ مش حنقول عايش يحب عايش هنا. قال قال لك yes. لو قال لك أنا في سؤال 2 does look like، هل يحب العيش هنا؟ حنقول yes. yes he does. سأل بداز بقول بداز yes he does صح؟ the strange thing about this، الغريب عن المدينة هذه is that إنها 80% 80% of the people live underground. 80% عايشين الناس تحت الأرض. نشوف كيف. إذا what is strange، إيش الاسترينج إنه في اللي هناك بنات عن البيبل إنه 80% of the people living under تحت الأرض. كيف نشوف كيف المواصفات؟ this is because لأنه الدنيا هناك it's usually over، بتكون فوق قديش بنات؟ 50. yes 50 أكتر. بتكون 80 بنات. in the summer. yes في الصيف. خلينا نقول إز هذه بنات، هذه بنات 15 هذه بنات سنتيغريد. سنتيغريد درجة مئوية. هذه الأو اللي زي الخمسة أو هذه بنات أو سلسيوس بنات سنتيغريد أو سلسيوس
سلسوس سنتيغريد يا بنات او سلسوس اللي هو ايش درجه مئويه تنتين صحيحات نفس المعنى لو قلت لي سنتيغريد بقبلها 50 سنتيغريد 50 درجه مئويه اور اللي هو بنات سلسوس سلسوس يا بنات اذا لانها 50 درجه مئويه اكثر من 50 درجه مئويه عند سمر في الصيف and below freezing وبتكون كمان تحت التجمد freezing تجمد وين في اي فصل in winter اذا the strange thing about كوبر بيدي الغريب عن كوبر بيدي يا بنات هذه it's ايش مالها over 50 فوق ال 50 50 سنتيغريد in the summer and below freezing وتحت التجمد in winter اللي هو بنات why do people live yes number 3 هذا بنات number 3 why do people live underground ليش الناس بتعيش تحت الارض because من عند كلمه because يا بنات it's usually over شفتوها بنات هذا number 3 حطوا عليه number 3 it's usually over لحديت كلمه in winter تمام اذا واحد سالني سؤال قال لي why do people live underground because حنقول لانه هناك في المنطقه هذه في كوبر بيدي في السمر over 50 وفي الوينتر under below freezing تحت التجمد تمام لو عكسنا بنات وقال لك في اديليد مطرح كلمه كوبر بترو ولا فورس بتكون الجمله خطا احنا بنتكلم عن مدينه كوبر كلامش عن كلمه اديليد اديليد هذه خلص كانت مكان بعيد 850 عن اللي هو كوبر كوبر بتكلم عن المكان اللي عايش فيه هو الان بتكلم عن كله عن مدينه كوبر بيدي اللي هي المدينه للتعدين على الاحياء اللي هو الاوبل اللي هو مايننج سيتي المدينه تحت التعدين للاحجار الكريمه اللي الان عايش فيها كان عايش هو في اديليد قديش بنات 7 ييرز الان شوف قديش اللي عايش بنات but the best thing about this underground house افضل شيء موجود عن هذه is that it's always about قديش درجة حرارتها بنات تحت 25 مناسب جدا مدريت معتدل مدريت معتدل مناسب ميدل يعني متوسطة دائما 25% so we don't need air مش محتاجين air conditioning مش عايزين مكيف air conditioning ولا central heating كمان مش محتاجة لا تدفئة ولا محتاجة مكيف my family and I عائلتي وانا اي عايد على مين بده يكون لما يقول اي على مين على نفس الكاتب اللي هو مين لوك اذا على طول على الكاتب اللي هو لوك اذا اي عايد بنات لو حطينا ترو قلت لك what does I refer to على ماذا تعود الاي حتقولي بنات على كلمه على لوك اللي هو الرايتر الكاتب بقول عائلتي والعايشه قديش اللي عايشين هناك بنات فور قديش لما يقول لي جملة my family and I have lived معناتها انهم كانوا وانتقلوا والله ما زالوا have lived ما زالوا present perfect have او has زائد البي بي تضرب الثالث كان وما زال اذا هذه الجملة بتقول my family لو قلنا my family and still living there حنحط true لو قال لك and is no longer لم يعد living there بطلوا يعيشوا هناك حنحط false لانه الجملة قالت have lived ما زالوا صح هذا اللي بريزنت بيرفكت يا بنات مزبوط كان وما زال اذا هاو لونج قديش لهم هاف لوك اند ذا فاميلي 5 اما في بيدي كانوا اديليد عفوا هناك في اديليد كانوا 7 ييرز له 7 سنوات هناك وانا 5 سنوات انه اتس جاست لايك ا نورمال هاوس بيت عادي بقول لكن بات ويندو بات وذاوت اني ويندوز فيش فيه ولا اي ويندوز المميز ولا شباك هو خلق لحاله البيت هذا 25 اللي هو مين 25 سنتيغريد 25 درجه مئويه مناسب جدا معتدل تمام مش محتاجين للسنترال هيتنج ولا اير كونديشننج ولا مكيفات ولا ويندوز مناسب جدا اذا تكلمنا بنات في الباراجراف الاول عن ابيرسون شخص اسمه لوك كان عايش في اديليد فور 7 ييرز انتقل لكوبر بيدي لانهم الان هو والعائله عايش له 5 ييرز وتكلم عن المواصفات يا بنات تاعت المنزل كويس اذا الكويستشن نمبر 1 بنات لما جاوبناه قلنا وير از كوبر بيدي قلنا تقريبا ان استراليا ان ذا ديزرت وقلنا تبعه 850 عن اللي هو اديليد تمام اول شيء عاش في اديليد بعدين يس انتقل الكلام كله
الكلام الآن كله على على كوبر. تمام. الآن بنات question number two, does he like, does look like حابب هناك يعيش بنات؟ قلنا yes he does, لأنه قلنا I like, هو قال I like living. والأخيرا why do people live underground, ليش الناس عايشة تحت الأرض؟ قلنا إلى مواصفات هناك. تكلمنا ليش قديش درجة الحرارة عندهم قديش بتصير عندهم تحت without windows. مزبوط. شوفوا لي question number four عشان نقرأ في النص الثاني اللي في الخلف. question number four بقول when did Bridget, بريجيت هذه الست الموجودة في الطرف الثاني and Alan وزوجها meet, متى تقابلوا؟ إذن when did Bridget and Alan meet, متى تقابلوا؟ هذا question number four. how many rooms has the boat got, got قديش القارب اللي ساكنين عليه الهاوس got أو الجو اللي هذا الهاوس بوت المنزل اللي عايشين على القارب قديش لهم عليه؟ إذن حنقلب الصفحة بنات please turn the page over 61. هاي من التنتين الست هاي موجودة عندي هان. تمام. Right. What's her name please? What's the woman's name? إيش اسمها؟ Bridget. أبنات Bridget. Bridget بتقول I live on a houseboat. أنا ساكنة على houseboat. على بيت محطوط على قارب. على القارب. Boat. صح؟ هاوس بوت. مظبوط. on the river scene على نهر مين؟ على نهر السي. with my husband زوجي ألان وإيش كمان مع حمان and our daughter وابنت ومين كمان وابنتهم. إذن بريجيت ألان الزوج الهازبند ومين والدوتر ثلاثة living إيش بنات on the scene على نهر السين on a houseboat على قارب على على بيت محطوط على مين على على قارب. Yes. اسم البنت بنت إيزابيل. إيزابيل. إيزابيلا. إيزابيل. تمام. اسم الدوتر اسمها إيزابيل. إذا بتقول أنا مع ألان مع زوجي ومع our daughter إيزابيل. I met بتقول قابلته. الآن شوف وقتش قابلته. I met ألان 8 years ago. إلى قديش مقابلها قديش قابلته قابلته من زمان. ago. I met التصريف الثاني بنات من meet صح. قابلته 8 سنوات فاتوا. when I was on holiday. لما كنت في وين يا بنات؟ في إجازة في باريس. كنت في باريس كنت في في مدينة باريس. إذا بتقول لو حكينا and where ومتى أو أين حتقولوا لي لما كانت في هوليدي وكانت في باريس. إذا how long أو when did اللي هو بيرجيت meet her husband Alan حتقولوا 8 years mean ago صح؟ كمان سنوات ماضية. 8 هذا سؤال أربعة. question number 4. تمام. question number 4 حطوا عليه number 4 من عند من عند I met Alan 8 years ago. هيا أبنات I met لما كنت on holiday here in Paris. طيب I'm from Ireland بتقول أنا إيرلندية أنا I'm from Ireland لحديت كلمة on in Paris في باريس لما كنا في باريس اوريجينالي انا ايرلنديه الاصل كلمه اوريجينالي في الاصل اصليه اصليه نعم انا اصلي ايرلند انا ايرلند اصلي اوريجينالي انا في الاصل ايرلند صحيح يو سي شايف فهم معايا كلمه يو سي يو اندرستاند يو سي مش شايف يعني شايف انت فاهم يعني واعي شو الكلام اللي بقوله لك ويف been married تزوجنا for 6 years اللي هم متزوجين يا بنات 6 years we've been married جاء البريزنت بيرفكت we've been معناته الكلام كانوا وما زالوا تمام and I've lived here since our wedding day منذ أن تزوجنا في حفل زفافنا من عند الويدنج لغاية الآن مستمرين وين كلمة زفاف يا بنات wedding wedding day the boat has got everything القارب مليان بكل شيء تمام the boat everything كل شيء فيه we want اي شيء في a kitchen حنعد الغرف حيوان a big living room اثنين two bedrooms هاي قديش بنات اربعة و a bathroom هاي بيصيروا قديش بنات how many rooms هذا question number five لو قلنا question number five how many rooms قد اذا حطوا five rooms اذا number question number five لو قلنا how many rooms
has the boat got؟ هتقولوا five. هعديناهم يا بنات. اللي هو a kitchen, a big living room, two bedrooms, a bathroom. طبعا طبعا السنترال هيتنج اند a small garden. Alan's lived on this boat since. Alan's, هذا في البريزنت بيرفكت. هذا اختصار لمين يا بنات؟ Alan's للهاز. Alan's lived. مظبوط؟ On this boat. اللي عايش من ال 1995 من ال 95. He never wants. مش حابب to live anywhere else. مش حابب ينقل يغادر. And neither do I. وكمان أنا كمان. Neither do I. وأنا كمان مش حابة أنتقل ولا أغير. إذا لو قلنا في true or false بنات. Alan and قلنا Bridget and her husband like living in a houseboat. True or false? عايشين. هم حابين يعيشوا على هذا الدرون. درون. حابين يعيشوا على الهاوس بوت. تمام. مش حابين لو قلنا they want to leave. بدهم يتركوا. هذه فولس. وين بنات؟ على الست. Alan lived. I would say he never wants to live anywhere else, and neither do I. ولا ولا كمان أنا عايز أنتقل. غير على مين؟ على مين؟ على برجيت. مظبوط. على الوايف. على الزوجة. صح. The best thing about our home. أفضل شيء أحلى حاجة في بيتنا is that it moves. إيش ماله بنات؟ بتنقل وبتحرك. عكيفنا بنشغل وبنتحرك. مظبوط. مش كلمة it moves. مش هو house boat. على قارب بنشغل بنتحرك فيه. We can move. ممكن نتحرك. Leave tomorrow. ممكن غدا نتشغل حط قرار ونتسهل يا بنات. صح؟ And go anywhere we want. في أي مكان نروح عليه. إذا نتكلمنا على الباراجراف الثاني يا بنات عن ست اسمها برجيت. Her husband Alan. Daughter Isabel. Isabel يا بنات. بعيشوا على house boat. They like living there. أفضل شيء هناك موجود إنه مكون يا بنات من five rooms من خمس غرف. Everything they need موجود هناك. كل شيء موجود عندهم. متوفر كل شيء يا بنات. إلهم الزوجين قديش يا بنات إلهم؟ How long؟ اللي هو 8 8 8 years. 6 سنوات. 6 نعم. Married for 6 years. 6 سنوات. وطبعا يا بنات كان عايش اللي هو مين؟ Her husband Alan من 1995 من 95. مظبوط. نعم موجودين ومبسوطين. تمام بنات. الآن روحوا لي على خلصنا من الاكسرسايز اللي بتكلم عن التو باراجرافز. تمام. عن الشخصيات التنتين وتكلمنا عن المواصفات. عملنا ديسكريبشن لذير هاوسز لمنازلهم. تمام. اللي كان عايش في كوبر بيدي واللي عايش على هاوس بوت. تمام. روحوا لي على الاكسرسايز نمبر 7 يا بنات. اطلعوا لي على الاكسرسايز هذا بنات. اكسرسايز حلينا بس الاولاني يا بنات بدي اجابه له وخلاص. اما الباقي كله حلينه. How long did Luke live in Adelaide؟ قديش عاش في أدليد؟ Yes. قديش؟ 7. Yes. إذن هذا بنات السؤال. How long did Luke live in Adelaide؟ هذه 7 years يا بنات. متابعات معي يا بنات في exercise number 1. هذا في exercise number 7. Number 1 منه. الثاني 8 years. نسمع. متابعات معي ولا عاديا؟ أكيد. طيب يا بنات هيو. هاي بنات 7 هنا. عايزين بس question number 1 و number 2. اللي هو بنات how long has he lived قديش in his underground house قديش له قديش عاش اولاني قديش الثاني عايشين اللي عايش فيه قديش يا بنات 8 طلعوا لي قديش يا بنات كان عايش لما قالت قديش يا بنات هذا مش انا بتكلم عن كلمه عن كلمه عن لوك ايه يس 5 بتقول my family and I have lived in this house for 5 years صح؟ لا مش عن فقرة الثانية بتكلم بس عن مين؟ عن لوك الأولاني صح؟ مظبوط يا بنات؟ الأول 7 والثاني 5 بنات اللهم صل على سيدنا محمد تكلمنا عن طبعا شرحنا قاعدة البريزنت بيرفكت كلها سنسو فوركس أخذنا اكسرسايز يعني البيج الأولانية بنات الصفحة الأولى كلها هذه خلصناها تمام والثانية كلها خلصناها مظبوط الآن بدنا نعمل البريباريشن بدنا نحضر يا بنات على اللي هو ميت حنقف عندها بنات
ايه بس حضر بس نخلص بنات خلص الان بس بدي اقول لكم حضروا لي بنات على اللي هو ميت ذا بيرنتس قابل مين قابل الوالدين بنتكلم يا بنات عن الاكتيفيتي علموني على اكتيفيتي نمبر 1 اللي هو going to dinner الذهاب لحفلة مين لعشاء الذهاب لحفلة عشاء المفردات هذه exercise number 1 حطوا لي عليها تيك 1 A و B بدنا اياه و exercise number 2 حطوا لي عليه تيك و exercise number 4 و exercise طبعا number 4 A و B يخلف كده بكون يخلف عليكم بتكون حضرتوا لي على قاعدة اللي هو مين شد وشدن وعلى اللي هو المفردات اللي بتخص لف الكلمات اللي بتخص going to dinner يعطيكم العافية.